مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. كيف ما كنعرفوا فكل صباح كنحاول نقربكم من الاثمنه ديال اللحم ديال الدجاج ديال الخضره من داخل اسواق الشعبيه. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا فاحنا لينا عند هذا السيد فهو كسار يحاول يقربنا من الثمن ديال اللحم. كيف ما ذكر لنا فالثمن ديال اللحم طالع شويه ماشي من هنا من البلاصه اللي كيتخدم من اللحم، فهو طالع الربح قليل، الشحمه اللي كيتولوا لها الناس بزاف فهي مفقوده ما كايناش في السوق نهائيا. داكشي اللي كاين الحال. السلام عليكم، صباح الخير ونهارك مبروك. الثمن ديال اللحم، الثمن ديال اللحم ولا معروف من 90 حتى 100 درهم اللحم، الا بغيتي الجوده ديال اللحم. هو اللحم راه قليل وصافي، الارباح ديالو ولات قليله ما شاء الله وصافي. والناس ما تاش باغيين يشريو اللحم، باغي يشري اللحم 100 درهم، راه يشري اللحم 100 درهم اش غايدير به؟ ولا يدي نص كيلو ولا شنو هو ما كافيش لك. الحاج عارف قرب لك شويه الميكرو وقول لنا علاش اللحم غالي. اللحم غالي راه ما كاينش، الكسيبه قليله، الكسيبه قليله، كلشي ما شاء الله راك عارف 5 سنين ديال الجفاف ما شاء الله. الله يجزي شي تواجد ديال الخير، الله يسلمك. وكيفاش كتعايش نتوما مع الناس؟ كنعرفوك دابا في السوق الشعبي الناس تمشي على قد الحال كيف ما كنعرفوك. كيفاش كيمشي على قد الحال؟ الناس موالفين يدي كيلو ديال اللحم ولا جوج، ما بقاش كيدي اللحم ولا يدي نص كيلو ولا كيدير بالناقص كاع. الامور تبدلات من شحال هذه لدابا؟ الامور تبدلات الحاج من شحال هذه لدابا؟ بدلات، كنخرج في اللحم ما بقاش، الخروج ما بقاش كما كان. شحال كنتي كتجيب ديال اللحم؟ شحال هذه شحال وليتي كتجيب دابا؟ كتجيب تقريبا جبام ولا ثلاثة جبام تقريبا كل واحد، ودابا وليت كتجيب مع نص كتروح معاه في السيمانة. ما شاء الله. ملي كيجي عندك الواحد كيقول لك كتقول لي اللحم راه داير 90 درهم ولا 100 درهم، شحال شنو كيقول لك؟ باش كتحس به شنو كيقول لك؟ يقدر يزيد بحالو، يقدر يقضي شي حاجة قليلة وصافي يمشي بحال هكا. هادشي اللي كاين. الحل باش يكون اللحم رخيص؟ الحل هو صب الشتا مزيان، صافي شبع شي رويه ديال الماء وشي يكون شي عام مزيان وان شاء الله يكون خير. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يزيدنا الشتا من عنده. الشحم اللي كيسولوا عليه الناس بزاف، قول لنا دوينا على الشحم. الشحم ما بقاش، حنا ولينا ناخذوا الشحم ب 50 درهم وما لقيناهاش نعم الناس. سمعتي؟ الله يعاون. الشحم ما كايناش. خذ الشحم. مفقودة؟ لا ما مفقودة، يعني الصراحة مزيانة ما كاينش. أنا دابا كنت كنشريها، دابا كنقلب عليها نشريها. خديت كيلو ديال الشحم ب 50 درهم. كيلو ب 50 درهم؟ وشحال غادي تباع للناس؟ حنا دابا كندوزو بين المسائل وصافي. حاج قرب لك الميكرو، شي دعوة ديال الخير أن ربي ينزل لنا الشحم من عنده إن شاء الله. الشحم من عند الله تعالى، نتمنى على الله تعالى يكون شي عامكم مزيان إن شاء الله، تعاود الشتوى مزيان ويكون خير إن شاء الله إذا كانت الشتوى مزيان. ان شاء الله الرحمن الرحيم. شحال خاص يكون اللحم الثمن مناسب للجامع اللي كنت غتربح فيه والمواطن البسيط؟ تا هو ما بين 60 70 درهم، هذه 60 70 درهم ديال الحماد دابا بالنسبه لهذا الوقت، حيت الوقت حتى هي كاين كريز ما شاء الله. امتى تبدلات القضيه الحال؟ شي عام دابا ولا امتى؟ داز كورونا، مازال كورونا، قلنا كورونا كانت الامور شو شويه، ولكن دابا صاحبي بدات القضيه. والله يديك تواد الخير وشكرا للحاج. والله شكرا لك بزاف الحاج. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك وكنشكروك. نحاول نوري الناس كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام على المباشر. والله يديك شي تواد الخير يا ربي. وهذا هو اللحم راه واصل السوق، سوق شعبي، وكما كنقول لكم سوق شعبي فراه الناس البسطاء اللي كيجيو يشوفوا كذا. اللحم واصل السوق شعبي 90 درهم 100 درهم، الثمن مرتفع، الثمن فصراحه راه طالع وطالع بزاف. كيف ما سمعتوا معنا غير ديك التوجه ديال الخير، نتمنى ان الله سبحانه وتعالى نزيدنا من غير ما عنده كيف ما قلنا بزاف. فالحل الوحيد هو ان الشتا تصب، كنتمنوا ان الشتا تصب يا ربي. والثمن هبط، الثمن المناسب للحم هو خاص يكون بين 50 او بين 60 حتى 70 درهم. هذا الثمن اللي غيربح فيه الجزار واحد البركه، وكذلك مزيان للمواطن البسيط على حسب الجزار هذا الشيء اللي قال لنا. كذلك الشحمه اللي كيسولوا لنا الناس فهي مفقوده ما كايناش في السوق نهائيا. الشحمه واصل هو كياخذ ب 1000 ريال، يعني شحال ما غيبيع واحد المواطن بسيط شحال غيبيع عليه. فكل شيء مضرور، يعني كل شيء مضرور ولا اله الا الله. وداك الشيء اللي كاين الحال، الله يدير شي تاو ديال الخير. كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام، فهنا كما كل صباح كنحاولوا نقربكم من الاجواء من داخل سوق الشعبي.
ثمن واصل ال 50 درهم او 60 درهم الشحمه، الشحمه ما كايناش مفقوده نهائيا في السوق. واللحم واللحم واصل ل 100 درهم 90 95 100 درهم. هذه الاجواء وهذا الثمن مشاهدينا الكرام من داخل السوق.